كالعادة دايما عندنا في صباح الخير يا مصر مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن دايما بنبدأ معاكم بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح. ومن أبرزها الرئيس السيسي طلع على سير العمل في مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، ومجلس الوزراء ناقش اتجاهات التنمية المستدامة لتعامل الاقتصاد المصري مع الأوضاع الاقتصادية العالمية خلال عامي 2023 و2024. كمان الحكومة استعرضت نشاطها الأسبوعي في إنفوجراف ونفت إلغاء الدعم على وحدات مبادرة سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل، وأخبار أخرى هنعرفها في التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع خلال جولة تفقدية على سير العمل في مشروعات المحاور والطرق في محافظة الجيزة في إطار خطة تطوير الطرق الشاملة بالقاهرة الكبرى، واللي هدفها مواجهة أزمة التكدس السكاني والاختناق المروري في ضوء مكانة الدراسات المرورية العالمية المتخصصة قد أظهرته من توجه متوسط لسرعة السيارات والمركبات على الطرق. امبارح نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء ورشة العمل الثامنة في إطار الإعداد لمشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال 2023 و2024، وده من خلال عقد جلسة نقاشية موسعة عن اتجاهات التنمية المستدامة بحضور 20 من ممثلي مجتمع الأعمال والمراكز البحثية والأكاديميين والتنفيذيين والوزارات والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأيضاً برنامج الأغذية العالمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. امبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير شمل مجموعة من الإنفوجرافات اللي سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 18 ولحد 24 فبراير. الإنفوجرافات تضمنت الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالإضافة للأنشطة اللي قام بيها. امبارح أكدت الحكومة إن الأخبار اللي انتشرت بخصوص إلغاء الدعم على جميع الوحدات السكنية بمبادرة سكن كل المصريين لمنخفض الدخل أخبار غير صحيحة، وإن الحكومة بتواصل تقديم الدعم على الوحدات السكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين للمواطنين منخفض الدخل، وإن موافقة مجلس الوزراء بخصوص اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بالسعر الحر بتخص عدد معين من الوحدات السكنية اللي هيتم طرحها ضمن إعلان مستقبلي في عدد من المدن زي القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة وبياض العرب بمحافظة بني سويف والعسلوجي بمحافظة الشرقية والغردقة وسفاجة بمحافظة البحر الأحمر ودمنهور بمحافظة البحيرة، ودي الوحدات اللي تم حصرها من متبقيات الإعلانات اللي تم طرحها قبل كده للمواطنين. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار تقديم المساعدات الإنسانية لدولتي سوريا وتركيا، غادرت سفينة إمداد مصرية من ميناء العريش محملة بمئات الأطنان من المساعدات الغذائية. أما في محافظات مصر ففي مجموعة من الأحداث اللي حصلت امبارح، من أهمها ضخ 350 طن رز ب 15 جنيه للكيلو في مدن وقرى دمياط، أيضا تقديم الخدمات الطبية ل 147702 مواطن في العيادات الخارجية في محافظة المنيا. كمان معانا افتتاح معرض للحرف التراثية اليدوية في محافظة الإسكندرية لدعم المشروعات الصغيرة وقافلة طبية بقرية جالية الأولى ببلقاس بالدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأخبار تانية كتير هنتعرف على تفاصيلها في سياق العرض اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة، أبرزها إن مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة دمياط ضخت 350 طن من الرز الفاخر في الأسواق وفي معارض أهلا رمضان المنتشرة في مدن المحافظة لبيعه بسعر 15 جنيه للكيلو من أجل توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة للتخفيف عن كاهلهم ومحاربة أي تلاعب في المنظومة. مديرية الصحة في محافظة المنيا أعلنت استمرار الجهود المبذولة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتم تقديم خدمات طبية بالعيادات الخارجية ل 147702 مواطن، وتقديم خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ في المستشفيات لعدد 39184 حالة على مدار شهر يناير اللي فات.
حي شرق الإسكندرية شهد افتتاح معرض الحرف التراثية اليدوية اللي تمت إقامته في ديوان عام الحي، وتنوعت المنتجات بالمعرض ما بين مشغولات يدوية وزخارف ومأكولات وغيرها من المنتجات. ضم المعرض 40 عارض وهيستمر لحد 2 مارس لإتاحة الفرصة الكافية للعارضين للترويج عن منتجاتهم اللي بتتميز بجودتها وتنوعها. مديرية الصحة في محافظة الدقهلية نظمت قافلة طبية علاجية في قرية جاليا الأولى بمركز بلقاس، وده ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة في الأماكن النائية. مديرية القوى العاملة في محافظة أسوان أعلنت إتاحة 200 فرصة عمل للشباب، وكشف مدير مديرية القوى العاملة أنه تم توفير 30 فرصة عمل لذوي الهمم بهدف دمجهم في سوق العمل وترشيحهم لهذه الفرص. محافظة الأليوبية هتشهد النهاردة افتتاح معرض أهلاً رمضان بمنطقة بهتين بحي الشرق شبرا الخيمة، بتحتوي المعارض على المنتجات اللي محتاجها المواطن بتخفيضات بتصل ل 30% عن السوق المحلي.